عمركم وانتوا ماشيين مع اصحابكم في الشغل بتتكلموا، قلتوا ايه الملل والروتين ده، وفجأة وانتوا على الموبايل بتتفرجوا على مقطع عجبكم وقلتم ليه ما عملش زيه، ولو انت شغوف كفاية ممكن كمان تكسب منه. هو ده اول الطريق الصح. مهمتي في القناة دي ان اخرجكم من الروتين وزحمة اليوم الطويل ده بكل مشاكله، واخليكم تبصوا لكل حاجة حواليكم على انها خامات مستنياكم تشتغلوا بيها حتى لو على البحر، وتشوفوها بنظرة تانية خالص تخلي الناس تتبسط بالتغيير ده وقدرتكم على عمل حاجات جديدة. أهلا بكم في القناة.